ترجعت للبلاوي دي تاني؟ انت مال اهلك انت يا براء؟ انت كده هتموت نفسك. ده احنا ما صدقنا انك تبطل. ابطله؟ ما بطلوش، مالكيش فيه يا ابني. انا خايفه عليك. بتبلي ريقه يا بنت بكلمه حلوه. يمكن احس ان انا متجوز ولا حاجه، بدل ما انتي منشفاها علينا كده. يا بنت ليني شويه، حن شويه، حرام عليك يا مطره. برا مني ولا يا معلم؟ رجعت تضرب تاني؟ انا ما بضربش يا معلم، دول شويه زكام يعني عشان الشرب. عارف لو رجعت زي ما كنت انا مش هدخلك مصحه ولا هدور لك على عليك. انا يا دوب هرميك بين الضريبه تبقى خدام القعده بعد ما كنت المعلم. ما هو كله بكيفك يا معلم. أنا بعمل كده عشان أبلع اتفاقك مع الباشا وأعديلك موضوع أفندينا. ريته بكيف يا ابن النوح. أنا عارف إنه مش بكيفك يا حاج. ده كيف الباشا. ياض افهم، افهم. إحنا مهما كنا كبار في الآخر قد كده قصاد ناس تانية. الناس دي علشان يسيبوك تاكل عيش لازم تبقى تحت طاحهم. يا دي دايره كبيره قوي، اكبر من الدنيا ذات نفسها. وعلى راي المثل يا معلم، ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. وده مش جديد عليك، المره اللي فاتت حطيت ابنك تحت رجلين الكل وراح فيها. يا ترى المره دي هتحط ابنك التاني تحت رجلين مين؟ ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام اهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامه تحت رجليك. وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري احكي لهم عن شهامه ورجوله ابوهم، واقول لهم ما يصدقوش كلمه واحده وحشه تتقال عنك. بدران انا بحبك قوي. وانا كمان كنت بحبك قوي ولسه. ده انا من كتر سعادتي عايز اتجوز تاني. وفي احلى من الجواز؟ عارفة؟ أنا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب إنه يتجوز السكرتيرة بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين، الزباين زمانهم على وصول ومش معقول هيفضلوا مستنينك لحد ما تنزلي. ما أنا فهمتك، دول زباين تقال مش عايزين أي حد يشوفهم عندي، وأنا فهمتهم إن هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي أنا مش هعطلك أكتر من كده. يا ريت. لا إله إلا الله. باي باي. محمد رسول الله. خربت خلاص. وسهلا بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟
وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسأل نفسي الكباريه منور ليه؟ أتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل، نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم. شلبي أؤمرني. أحلى ترابيزة على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزة كلها على حساب المحل. اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزة الملوك المستكوفي المستكانياصة لسيد المعلمين. لا أنا مش جاي على الصهر. لا لا أنا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب إزازة ونشربها نغب تشريفك لينا بالسلامة بالتلج والصودا وأحلى مزة لسيد المعلمين. برضو لا، لا إزازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين يا ملط. جو يا شلبي. أنا ورا الباب لو عوزتني. مرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟ ينفع تبقى دي آخرتها؟ تصدق وتأمن بالله يا معلم؟ شبك ايدي في ايدك كده وتشبيكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت بره المحل بقضي مصلحة، لما رجعت هنا حكولي واتأثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليلة، فاهم؟ الليلة واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عيني كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا في مركب واحدة والكل بتشعلق في عرقوب التاني. عشان كده أنا جايلك لغرض محدد. مرني يا سيد الناس وعم الجمال. أشوف الباشا. إيه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ أنت مش عارف إن أنا مسافر؟ عارف، بس كنت بقضي مصلحة وخلاص رجعت. طب يلا يا أختي، خالي. هدخل، بس أنت بالراحة على نفسك شوية، أعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خالي؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويتوا؟ ربنا معاك ويوقف لك ولادي الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك برضي. أمانة يا أم، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين.